فريق تريندينج حصريا مع بلقيس خلال تصوير احد مشاريعها الفنيه واللي هو من اخراج دان حداد، وحكينا عن كثير مواضيع، عن الحب، عن الارتباط، عن الشغل، وكمان عن مشاركتها بوحده من اغاني الفيفا الرسميه الخاصه بكاس العالم. لكن في نفس الوقت كمان لقائنا تزامن معاها مع عيد ميلادها، وعلشان كده كان لازم في الاول نقول لها كل سنه وانتي طيبه. Happy birthday. Thank you. عن جد thank you. You made my day. أنا صاحية من الساعة 6 الصبح وهلأ 10 بالليل مش قشعة. عن جد. ف you guys made my day. رجعتولي طاقة. ما حدا سبقك عليا إنه عيدك هو عم بتصوري. أكيد. أنا ليك أنا بحب أشتغل، ما بحب يعني عيدي إيه أوكي، بس بحب كتير أتغنج. مع إنه أنت ما بتستاهلي إلا الدليل. حبيبة قلبي أنت، شكرا ندى. طيب قولي لي، بتحب تقولي قد عمرك أو لا؟ خلص وقفي على عمر معين. 34 خلص يلا. شو بدي أقول؟ بس ما بحب أنا ليك عمري وقف على 25. عن جد يعني بطلت أحسبهم. شو ما بيكونوا يكونوا خلص. عن جد يعني أنا المهم أنا شو من جوا، شو بحس حالي. بحس حالي كتير أصغر من العمر هيدا المكتوب من جوا هيك يعني، وبتعطي حيوية للحواليك. طيب أمنية هيك، أكيد في أمنية رح تضل جوا، وأمنية هيك نتشاركها معك. بتمنى الصحة لي والأهلي وابني أكيد، ولأنه هيدا أهم شيء يعني. إذا في صحة في أمال وأمنيات وشغل ونجاح وفي كل شيء. وتاني شيء أنه يعني ضلني على طول مبسوطة. بس معقول يكون ورا هالفرحة والطاقة الإيجابية شيء حب جديد؟ في هيك تصريحات شفتها مرية. في حب بحياتك؟ لا. وين شو كان بيقول؟ على في حب بحياتي بس مش هلأ الزواج. ايه يعني لكن بصراحة يعني أنا على طول بحالة حب، ما في عيش بلا حب صراحة، بس الارتباط شوي موضوع مؤجل يعني. مؤجل لأنه يمكن مرقت بإكسبيرينس يمكن ما توفقت فيها. أنا مش مستعجلة على الارتباط يعني، الحمد لله عندي بيتي واستقراري وابني وشغلي ونجاحي. شوي موضوع الارتباط مؤجل، لا يعني أتأكد أنه الشخص اللي حارتبط فيه مستقبلا حيكون فاهم شغلي وفاهم طبيعة حياتي، لأنه مش سهل ندى. أنت كمان مثلي ليك، أنت إعلامية، مش سهل أبدا شغلنا نحن. بس ندى ما خلصت بعد من استجواب بلقيس. هيدا الرجال لبناني خليجي. شوفي أنا ما بيهمني شو بتكون الجنسية، قد ما بيهمني يكون رجال شهم يعني قد الرجولة وبكل ما تحمل كلمة من معنى. إن شاء الله إذا بيكون من موزمبيق ما عندي مشكلة، المهم إنه يكون رجال يعني، يكون إنسان يعني محترم وحسب مواصفات اللي أنا أتمناها يعني. حب، عشق، غرام، احترام، تفاهم بطريقة أخرى، إشي اللي ما فيه عيشة برا البيت مع الناس. بدي أعيش مع هالرجال، عرفتي؟ حلو، عرفت. الله معبك. Ha ha ha!